جوج اقتراحات ديال اليوم، الاول ديال الغدا والثاني ديال الكوتي. يعني غدا وكوتي، الغدا غادي نديروه بصدر ديال لاداند، كيوجد دغيا 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 وكيجي من اروع ما يكون. اما بالنسبه للكوتي فصيفط فيه كيكه ديال التفاح، ولكن الفرق اللي كاين ان هذا الكيك هذا فيه تفاح مطحون لداخل مع الخليط ديال الكيك، يعني ماشي غير دي مغصو الفوق. الله، بسم الله، غنبداو بالغدا هو الاول. البارح مثلا وجدتي كسكسو ولا وجدتي رفيسه، الغد ليه ما كديريش وصفه اللي كتشد لك اليد بزاف، وهذه اقتراح ديال وصفه اللي كتوجد بالزربه من الوصفات ديال المقيله اللي كنتشارك معكم. اليوم غادي نوجدوا وصفه بصدر ديال الدجاج اولا لاداند. انا بالنسبه ليا خدمت بلاداند، الطريقه ديال التنسيمه هي هي. ديت هنا نص كيلو ديال لاداند، كناخذ كاس لاروب ديال الماء وكندير فيه معلقه ديال عصير الحامض مع نص ورقه ديال سيدنا موسى كبيره، اولا الا كانت مهرمشه كديروا غير نص معلقه صغيره، فريمون كميه قليله. حتى الحبات ديال الهيل اولا راس المعلقه الصغيره ديال الهيل الا كان مطحون. باش نضبطوا المسائل ديالنا، اللي غطيب بالصدر ديال لاداند غادي ديروه في الكوكوط، يعني غطيبوا في طنجره الضغط باش يطيب واحد 15 دقيقه باش يجينا فتي وزوين. اللي غادي دير الدجاج غادي غير تخلي داكشي يتبخر، يعني ديك كاس لاروب تخليها تتبخر بطريقه طبيعيه، ما محتاجينش لطنجره الضغط بتاتا. الوغ بسم الله، غنحتاجوا نص كاس ديال الزيت، غادي ديروه في المقله ولكن ما غتخليوش يسخن. علاش ما تخليوش يسخن؟ لحقاش بغينا داك لاداند يعطينا البنه ديالو في الزيت. الا حطيتوه فيه في الزيت اللي هي سخونه غادي تقلى، ماشي غيطلق البنه ديالو. باغ كونطخ الا سخن هو الزيت غادي تجي البنه حسن وغيعطينا البنه ديالو في ديك الزيت كامله. غادي نديرو نص معلقه ديال الملح، وهي اللي غنطيبو فيها كلشي لان السليق درنا فيه غير طريدقه. نص معلقه ديال البزار، بالنسبه للطيب ما تبقاوش كل مره تدوروا فيه، يعني ما بغيتوش بهذا اللون غنخليه على جهه وحده حتى كيولي في هذا اللون، هذا هو اللون اللي بغيت. دونك بحال هذه مثلا، رجعي اختي عافاك طيبي، باقا ما وليتيش في اللون اللي بغيتو. المهم نخليه المسائل ديالنا حتى كتولي بهذا الشكل، هذه هي النتيجه اللي كنقلب عليها وكتقلبوا عليها حتى نتوما. علاش هذا اللون هذا؟ كيبين باننا غادي نحصلوا على واحد لاكروت في الفوق ديال ديك لاداند وغيعطينا حتى لون زوين. غنزيد معلقه كبيره ديال الزبده الحيوانيه، وفي هذه المرحله ردوا البال، ما تخليوش العافيه كتحرق لكم في المسائل. الزبده راه دايبه غير راسها، غير كتحطوا الزبده كتبعوها بثلاثه دروس ديال الثومه مطحونين، والثومه سر ثم سر ثم سر، على قد ما كتنكه وكتجي زوينه على قد ما تحرقات كتضرب كلشي في الزيرو. غير تشموا ريحه ديك الريحه الاولى اللي كتطلع زوينه، صافي عرفوا من تماك خصكم دوزوا للمرحله الاخرى اللي هي غادي تكون مباشره اننا نحيدوا دوك لي مورسو. شوفوا راه باقا الثومه ديالي ما خدات حتى شي لون. غنزيد البصيله اللي هي ثلاثه الحبات كبار ديال البصله مشلضاهم، بو امبورت كيفاش غتقطعوهم، يعني واخا تقطعوهم مثلا مشلضين وغلاض نسبيا باقي هادشي تابعوا الطياب. كنقطع جوج فلفلات، وحده حمراء وحده خضراء، ما كنشويهم حتى شي حاجه. بالنسبه للبصله انا كنقول لكم ديما خصها تقلى مزيان، ولكن خصنا نفهموا ما نحفظوش. هنا البصله انا غادي نديرها مع الفلفله، ما غنديرهاش مع مطيشه. الفرق اللي كاين هي ان الفلفله حتى هي كتشد الطياب، يعني بالتلخيص المفيد غنخليوها حتى كتولي شبه شفافه يعني ترونسلوسيد، وكنزيدوا عليها دوك المربعات ديالنا ديال الفلفله وكنبداو كنشوحوا في المسائل. الا لاحظتيو هنا راه ما كاين حتى شي حاجه من غير داك الزيت والزبده والثومه اللي كانت قبل، ما درت حتى حاجه ديال العطريه. علاش؟ لان الملحه ما كتخليش لينا المسائل توجد. شوفوا درجه حتى غير شميت ريحتها وهي بعيده عليا في التفصيل، الريحه ديال الزبده مع المسائل اللي تقلات كتولي روعه روعه روعه. هنا اللي بغيت نقول لكم اني ما زدتش العطريه حتى ولات ليا البصله كيف ما كتشوفوا مجمره. عاد زدت هنايا راس المعلقه ديال الشونيه، وزدت هنايا نص معلقه ديال سكينجبير، ولكن الا لاحظتوا غندير غير شويه منها وغنخلي الاغلبيه دو كوتي، غنوريكم لايش. شوفوا البصله ها علاش انا قلت لكم، لاننا ما خصناش نبقاو نطيبوا فيها بزاف في الاول قبل ما نزيدوا الفلفله. دابا غنزيدوا نص معلقه كبيره ديال التحميره، وهنا ما كاين لا تحراك لا تقليه لا والو، مباشره نزيدوا الماء، ما تخليوش التحميره تحرق، مع ان ما نديروا بالتقليه فيها لان البصله ديجا فقدات داك الماء ديالها. دونك دابا غنزيدوا داك كاس لاروب ديال الماء، غنقادوا المسائل ديالنا وغادي نوجدوا مباشره، غنزلوا بداك الصدر ديال لاداند اولا ديال الدجاج، والمستحسن خدموا بالدجاج. هنا غادي نحط هذوك لي مورسو كنبدا كنغرقهم في هذاك لاصوص ديالي اللي فيها اصلا الماء فين غيطيب لينا كلشي، كنصفهم بحال هكايا. ودابا فينا نخدموا بداك شويه ديال السكينجبير اللي بقى، اولا سواديزون الاغلبيه ديال السكينجبير اللي خلينا من داك النص اللي خدمنا به في التوتال. الوغ كيف ما كتشوفوا كنحط نسدو عليها وكنخليوها على نار مهيله باش كطيب داك الطياب ديال الخاطر اللي كيعطينا داك التعسه اللي كنقلبوا عليه. وما تنساوش ديروا ليا جيم وكومونتير.
السلام عليكم. ودابا غادي نمشيو باش غادي نوجدوا الكوتي ديالنا. غادي نوجد اول حاجه المول، غادي نحطو دو كوتي، وغادي نطحن تفاحه مع كاس ديال دانون. كاس ديال دانون غيكون بنكهه الفانيلا اولا بدون نكهه، من المستحسن باش ما نخلطوش بزاف ديال النكهات. هذا هو القوام ديالو. غناخذوا ثلاثه البيضات، غادي نزيدوهم على داك الخليط ديالنا، غنعبروا كلشي بكاس ديال دانون. عندكم كاس ونص ديال السنيده، اللي بغى ينقص ينقص تقريبا النص. ابخي غنزيدو كاس وربع ديال الزيت، وراه ضروري تزيدوا داك الربيع لان التفاح بحال اللي كيعطي واحد النشوفيه. بالنسبه للنكهه ديروا الحامض اولا ديروا الليمون، المستحسن ديروا الليمون. وكتاخذوا ربعه ديال الكيسان ديال الفورس، غتخلطوهم مع جوج الخمارات وكتنخلوا الفورس جوج مرات، خصو يتهوى مزيان مزيان. كديروا نص ديال الكميه مع خماره وحده وكتخلطوا مزيان حتى داكشي كيولي كيبان لكم ليس، يعني ما كيبقاش فيه داك التكتلات. وديما حاولوا تحكوا ديك الخميره قبل ما تزيدوها. وكنزيدوا ثاني النص الاخر. ابخي غادي ناخذوا الشوكولا ديالنا واحد جوج معالقات، كنخلطوه بشويه ديال الفورس باش ما كيطيحش لينا. كنكبوا داك الخليط ديالنا في المول وكنزيدوا عليه الشوكولا كيف ما غادي تشوفوا. ومن المستحسن انكم ما تخلطوش في الاول، كنت في الاول كنخلطوا مع ديك الخليط ديال الكيك، مي ابخي ولا ملي كيطيب كيهبط. واخا كندير ليه داك الفورس لي نورمالمون دي استوس دايرينها باش ما يهبطش الشوكولا لتحت، كيف ما كتشوفوا هنا راه بقى ليا الفوق وهادشي اللي بغيت باش ما يتحرقش من يهبط لتحت. دونك احسن حاجه هي كتزيدوه من الفوق حتى كتساليو. دابا للتزيين وهي باقا سخونه، كناخذوا واحد 4 المعالقات ديال الكونفيتور. انا كنخدم بالكونفيتور ديال الماكله، كيجيني فن ديال المشماش، كيجيني احسن من هذاك ديال الحلوه في المذاق. وغناخذوا واحد التفاحه كنقطع طريفات، من المستحسن انكم توجدوها حتى لين تكونوا غتخدموا بها باش ما كتوكسيداش ليكم. الوغ هنا غنحتاجوا شويه ديال الشوكولاته الفيرميسيل ولا ماشي بالضروره. الوغ احسن حاجه غديروا هي غطيبوا واحد شويه ديال الكونفيتور مع داك التفاح، يعني خصهم يطيبوا مع بعضياتهم باش داك التفاح كيتشرب ليا بالنكهه ديال الكونفيتور ديال المشمش، وكتولي كاين واحد شويه المعنى، يعني ماشي غير طروفه ديال التفاح هكاك اللي كيكونوا ناشفين. الوغ ابخي نشربوا ديك الكيك كامله بداك الخليط اللي وجدت، وكنسوبودغيها بشويه ديال الشوكولاتة، شويه ديال السكر ديال الفاني، وكنزيد عليها الفيرميسيل ديال الشوكولا. وحنا سالينا علينا هاد الكوتي هذا. بالنسبه للطياب خليته هو الاخر، غطيبوها على 180 درجه فران، فران ديال الضو انا هو اللي كنخدم به. 180 درجه من التحت كطيب في واحد المده ديال 35 دقيقه. اون فوا تشموا الريحه ديال الكيك ديالكم ديك الساعه كتقدروا تقلبوها من ورا شي 25 دقيقه هكاك. هذا المش ديالي قال لكم قلبوها في الوقيتة اللي تشموا الريحه ديالها حتى هو. ما علينا، كتخليوها حتى كتبرد، ومن المستحسن باش ما تاكلوش داكشي سخون تحطوه في الثلاجه. كتوجدوها على تيساع باش اون فوا كتبغيو مثلا ديروا الكوتي كتلقاوها واجده، يعني مورا الغدا مباشره. مي صراحه ربي انايا من النوع اللي كيعكز كيخلي داكشي حتى للدقيقه 90. المهم انا قطعت لكم طريف هنا غير باش نوريكم لي مورسو د شوكولا. فعلا المذاق ديال التفاح مع الشوكولا، انا نورمالمون كناكلو سناك غير بوحديتو التفاح مع الشوكولا، الا تخلطوا في كيك راه كيجيو من اروع ما يكون. هاد الكيك هذا من المفروض انه يكون هشيش من الداخل، يعني ماشي داك الكيك الناشف الاسفنجي. ما تنساوش ديروا جيم وباي باي.